هذا الغداء شنو الرياضه اللي كانوا تيديروا كانوا تيديروا هادو بيبي كانوا كيديروا ملاكمه كره القدم سيكليزم هادشي اللي كتقول لي الساعه الكبيره اش من سنه هادشي هذا في الربعينات الربعينات في المغرب وي الربعينات لم تجد ابدا نادي ديال رفع الاثقال والبادي بولين في شي حي شعبي ابدا لا يوجد ابدا في هذاك الوقت نعم شكون اللي كان لان فين كانت هذه الرياضه هذه الرياضه كانت في مصطفى المعني مسيو ابنال هو اللي دخل هذه الرياضه هذا الاوروبي هو اصله الماني عنده كيتلموا عنده في النصارى واليهود ديال المغرب ومن بعد شويه كاينين الدراري ولاد المدينه ولاد بلاص بيردان تما اللي قدام اللي زايدين تم عائلات هما كاينين تما منهم مصطفى الصقلي منهم الحاج بريك الله يرحمه منهم عبد الرحمن مش عيب كان خدام عند ابنه وكان سوريو حدا سي مريد تريونس وكاين في 11 جونفي حدا 11 جونفي كاين مسيو بيرانغير اما في المعارف كاين ساندو كان اختصاصي بزاف رفع الاثقال وهذا المجتمع هذا المجتمع لا يخالطه الا الاوروبي وكان من بعد ثاني في ري جاي لوساك هنا كان سجينا من بعد هو كان تلميذ ديال ابنه يفتح بلاصه شنو كتقول لي في الربعينات جينا لا حتى الخمسينات هذا حل سجينا وهاد الناس كيتبنيو عندهم غير الاوروبيين وعطيهم شي مرة راقيين بحال الاوروبيين des étrangers de passage. أما المغاربة لا نعرفهم شيء هذاك الرياضة إلا بعض العائلات التي توغلت في هذا المجتمع يعني ساكنين في بلاص بيردان والديهم عن أبيهم وعن جديهم الأملاك كيسكنوا في ديك الأحياء كتسمى دي كارتي أوروبيان هاد الناس الحاج بريك منهم مصطفى الصقلي منهم عبد الرحمن هادو اللي كتقول لي هادو الابطال تقريبا هما الاولين في هاد الرياضه نعم مصطفى الصقلي الله يذكره بخير كانت له مشاركات اولا ملي كنمشيو للبلاصه فين كاين لا بيسين مينيسيبال اللي تبنى فيه المشي حسب تاني كنلقى تما تيدير الكنابيش كنشوف الدرعين ديالو انه واحد الولد الله يرحمه سي لو برومي اتليت بادي بويلر كي اتا ان نيفو اكسترا خيال يعني انا ما نشوف نقلنا شي في الخمسينات وهذا الاخ هذا طلع عند ابنه وبدا في الربعينات هو الحاج بريك وعبد الرحمن كان دراسي جديد كنشوفو في عين ديال ولكن مصطفى الصقلي مشى بعيد بحيث انه عام 54 زوز بطوله في فرنسا الى باطي تولى لزوروبيا ما شاء الله مصطفى الصقلي اش من سنه وعطوه لقب مسيو باريس سيد باريس 54 عطوه مسيو باريس يعني كي تعتبر دابا هذا هو اول مشارك ومنافس في المنافسات ديال بادي بيلدين هذا اول بطل في هذه الرياضه المغربي سبحان الله وفي المستوى شي حد من عندك في المستوى يعني وكون على يقين على ان سي مصطفى الصقلي المستوى البدني ديالو اللي حصل عليه اكثر من ديال السيبريت السيبريت حجمه لا تقول طبي ولكن مصطفى الصقلي كان في الاول ما عندوش حزام كان رقيق الحزام ديالو ومقن انه المستوى ديالو في 58 59 فات انه الدراع ديالو فايت 50 سنتيم في ذاك الوقت اه فايت 50
على حسب علمك يعني ما كانت لا منشطات لا شيء بالنسبه لي هو؟ لا والو، كان دار عمليه على لابانديز. لابانديز هو مصطفى السخلي دار العمليه على لابانديز موريس بوك، وخرجوه في جورنال بانه دار العمليه ناجحه. ناجحه كاين ادويه مثلا، كاينش التطور ديال الدوباج، لا كان الدوباج الفيتامينات كاينين هذيك الساعه. فيتامينات وهذا هو في احتكاكه مع الاوروبيين عنده وعنده ثقافه، راه في اخر حياه ديالو روتريتي في البوليس كوميسير، ويتقن اللغه الانجليزيه والعربيه والفرنسيه، يعني شي حاجه متطوره رائعه. كان هو والصديق ديالو الحاج العربي بن مبارك تقريبا قاربين ديال كره القدم، ملك كره القدم. فمصطفى مسيو باريس ان 54 وكان باغي يمكن يدوز مسيو نيفير انجلترا باش ريبريزونتي لا لابون، ما كان مشاكل شويه وكان شويه مع هو اسمر. هو ولد اكبر من فاس، يمكن مو كحله وكوا ابيض مثلا، لان على حساب الكنيه تخلي اسمر. ما عرفوش انا يعني في الصوره، انا عمري شفت شي صوره، ما عرفوش عندك شي صور انت؟ ما عرفوش عندك شي صور ديالو ولا لا انت؟ كان عندي موجود، عندي يمكن شي حاجه كاين عندي الاخ يعني 58 59 كل على يقين، لانني هذيك الساعه كنمشي السينما تنشوف ستيف ريف، تنشوف ماركو ريس، تنشوف الحقيقه فايت هو ذاك المستوى، فايت المستوى ديال ماركو ريس، وفيت المستوى ديال البوليم، جميل جدا رائع يعني روعه صراحه. هاد مصطفى السخلي من وراه جا هاد عبد واحد العدد ديال الاخوه اللي طلعوا عند الاوروبيين، منهم شعيب كان خدام عند ابنر، منهم بشعيب ديال سوريو، منهم مصطفى الوجرده هو الحق واحد المستوى، منهم كسوس، هادو الناس كانوا راقيين والمجتمع ديالهم مترابط مع لي كارتي اوروبي. الاحياء الشعبيه ما غادي ديماري داك الشيء عندهم حتى الاستقلال، ما غادي يجي الاستقلال 56 حنا غادي نفتحوا ننتشر داك الشيء ديال الشبيبه العامله. لا غادي تبدا هذا الرياضه ديال رفع الاثقال اولا ديور الشباب، كونوا داروا ديور الشباب وداروا فيهم الالتيروبيل، لان الالتيروبيل بحكمه لعبه اولمبيه بالنسبه للدوله، الرياضه اللي كتهمها هو الالعاب الاولمبيه. بطبيعه الحال في هذه الرياضه كان واحد الاخ اللي هو كان تيتريني عند ما تنظنش عند ابنير، تسترينا عند بيرنجير ولا عند صندو قديم تا هو، كيقول لي مصطفى عدنان الله يرحمه، وهذا الاخ هذا كان اختصاصي في رفع الاثقال، هو من الاوائل، كنمثل المغرب في عده دول العاب اولمبيا، وكان شي ميداليات جابو. هادشي اسم السنة؟ هاد الاخ مصطفى عدنان البطولات ديالو كانت في الخمسينات، حتى هو مع مصطفى غير مصطفى السخلي في التربيه البدنيه البادي بولدر، بادي بولدينغ، والاخر جامع جوج عنده بادي بولدينغ ولكن اختصاصي في رفع الاثقال، مي باغفوا الى بارتيسيبي دون دي شامبيونا دو موند باغ اكزومبل جو يوغوسلافي وكذا، يمكن حصل على ميداليه تما في جمال الجسم، وكذلك جا عنده غيميرغزيك، وغيميرغزيك حتى هو مس يونيفير بطل الكون عام 1959، جا عنده الدار البيضاء ودار معاه في لانتيروبيل، وكان حضرت انا غيميرغزيك دار 115 في لاراتشي، ولكن كان رائع حتى في جمال الجسم. ولكن تصور حتى غادي يكون تصور الناس حاجة رائعة مع جيمر ديك ديال موناكو.